نور يعني ويكيبيديا مثل ما سماها ضيفنا مهمة كثير ومتنوعة، إن كانت بالدراما بالسينما بكتابة الأغاني وأيضا بالجوائز والتجارب الكثيرة اللي يمكن مر فيها. أكيد نرحب بصاحب البصمة المبدعة زهير قنوع. سعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، سعد صباح. يسعد صباحك ورمضان كريم. استاذ زهير، كلنا خلال الايام اللي مرت كنا عم نشوف عبر التلفزيونات السوريه افكار وفواصل توعويه وفنيه عن الجائحه العالميه كورونا والجلوس بالمنزل. هل هذا الحدث العالمي كان بعدسه حضرتك ومن انتاج وزاره الاعلام مجموعه فواصل توعويه؟ لما يكون الشغل على حدث عالمي اليوم وبطريقه بدك تحاول تقدمها توعويه ومش مباشره، بعيدا عن المباشرة، كيف كان الشغل عليها؟ هلا الحقيقة يعني الشغل كان طبعا نحن صورنا بظروف صعبة واتبعنا الإرشادات الإجراءات هي أهم شيء. يعني هذا أكيد أولا. ثانيا الحقيقة مشكورة وزارة الإعلام، يعني الحملة بلشت وعملنا مجموعة من الفواصل وما زلنا عم نعمل مجموعة من الفواصل لتغطية جميع الزوايا الخاصة بهذا الموضوع المزعج الكبير جدا يعني على مستوى العالم. حاولنا نقدم افكار لها علاقه بدفع المواطنين للالتزام بتعليمات وزاره الصحه ووزاره الاعلام حتى نخفف من حركه الناس، ندفعهم اكثر للالتزام بالحجر، لانه الحقيقه نحن من اقل دول العالم تاثرا بهي الجائحه. ربما يكون في اسباب يعني لها علاقه بتاريخ اللقاحات اللي كنا ناخذها، ربما لها علاقه بالجينات اللي نحن بنحملها بالمنطقه، ولكن لابد من القول انه جهود الدوله كانت يعني مجديه والا لكانت النتائج أسوأ يعني. فكان هي الحمله وما زالت مستمره هي جزء من جهود الدولة لحتى نحن نطوق هاي الجائحة ونخفف من تأثيرها. الإعلان المباشر أو التوعية المباشرة اللي بيطلع فيها النجم أو الشخصية الشهيرة بتحكي وعظ بطريقة شوي هيك الناس بتكره، يعني ما بتحب الناس، الناس مو ناقصة يعني. فبالضحكة هون الشغل على التفاصيل، بالضبط بالضحكة الناس بيحبوا الفنانين بيوثقوا فيهم، بيحبوا الشيء العفوي وبيحبوا الشيء العفوي بالضبط. فحاولنا أنه يكون الموضوع هيك قريب للدراما اللايت، وبنفس الوقت هلا كمان هلا يعني في فواصل جديده او فواصل توعيه جديده رح تنبث بعتقد اعتبارا من اليوم او بكره، كتله جديده لها علاقه باهميه الفحص المبكر، لها علاقه بزاويه اخرى اذا من زوايا هاي الجائحه المقيته. يعني اختيار شخصيات مؤثره فنيه لتخاطب المجتمع السوري من عده شرائح، بنعرف قديش لها تاثير خاصه هي الشخصيات ان كانت من الدراما، من الفن، من مثقفة، من الرياضة، خلينا أكيد من كل المجالات. خلينا نروح نشوف أول شيء هالكليب ونرجع بنحكي بالتفاصيل. بيطلع أحسن من هيك. ما عندنا شيء نعمله، منا نضل ننكش ونرتب، ننكش ونرتب. أكيد مليتوا من كل الحكي اللي طلع. خليك بالبيت، بيتك مناعتك، الوعي لازم يكون كبير. يا جماعة هذا اسمه كورونا، كورونا، وشايفين الكون كله كيف استنفر، فنحن خلونا نستنفر ببيتنا، لأنه هي مسؤولية كبيرة بحياة أولادكم، بحياة تراب البلد. انكم تضلوا ببيتكم لانه صحتنا مسؤوليتنا، والشجاعه مو انه نطلع ونستعرض ونروح ونزور، لا، الشجاعه انه نضل جنب اولادنا مشان تضل اسرتنا بامان، صحتنا مسؤوليتنا عمنا. يعني
يعني اعطاهم اياها من الاخر الجميل فادي صبيح فنان بنحب نوجه له اكيد تحيه كثير كبيره. خلينا نحكي خلال يعني اقل من دقيقه ثواني عديده عم تحاولوا من خلالها توجهوا رسائل توعويه وبنفس الوقت بطريقه مثل ما قلنا من شوي لطيفه خفيفه على المشاهد، كيف قدرتوا تحققوا هي المعادله مع فريق العمل؟ وبالمناسبه خلينا نحكي كيف فينا فعلا نكون خفاف لانه الناس مضغوطه اساسا وضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها، عم نحاول من خلال كمان يعني رساله توعويه بسمه لطيفه هلا ارتسمت على وجوهنا. تمام، هلا الحقيقه انا احنا عم نشتغل بطريقه فريق العمل، يعني الافكار اللي عم يعني عم تنطرح باشراف وزاره الاعلام ومديريه الاعلام التنموي تحديدا، عم نجتمع اجتماع اول واجتماع ثاني ونحكي بالافكار، نستشير ايضا الفنانين نفسهم المشاركين، وانا بحكم طبيعه عملي كمؤلف ومخرج عندي القدره على صياغه الافكار اللي 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 اتفقنا عليها جميعا، سواء مع النجوم المشاركين ولا بتوجيهات السيد وزير الاعلام ولا بتوجيهات ومتابعه الاستاذ عمار غزالي بمديريه الاعلام التنموي، كلياتنا عم نشتغل مع بعض الحقيقه، ودائما الوزير هو اللي عم بيشوف النتيجه النهائيه قبل تصويرها وعم ناخذ الاوكي. دائما الفنان مسؤوليته انه هو يعني هذا جزء من مسؤوليته انه هو يوصل هي الرساله بابسط طريقه ممكنه، سواء انا كمخرج ولا ككاتب ولا الممثلين المشاركين ولا الجهه اللي هي اشرفت على العمل، كان عندنا هم وما زال انه نحن كيف نوصل هي الرساله بابسط طريقه ممكنه، طريقه فريق العمل هي الضمانه الوحيده لحتى يكون في اكثر من راي وبالتالي ما يكون في يعني شيء ثقيل على صدر المشاهد او على التلقي تبعه. اكيد يعني يمكن كمان تعبير كل شخصيه عم يتم تصويرها كثير مهمه، واللهجه البيضاء او العاميه المحكاة لكل فنان كمان عم تخاطب شريحه معينه من الجمهور السوري. خلينا نحكي عبتوا على التفاصيل، خليتوا على راحته للفنان مثلا او الشخصيه اللي عم تصور لها؟ اكيد طبعا خليته يجتهد من عنده. هلا اكيد يعني ما في مانع كان انه يجتهد من عنده، ولكن مثل ما قلت لك كل حدا له طبيعه مثل ما تفضلتي تمام. يعني مثلا الاستاذ فراس المعلى السباح العالمي رئيس الاتحاد الرياضي العام هو شخص هادئ ولطيف وطبيعه الحوار اللي بده يقوله ايضا ينبغي ان تكون تتناسب مع طبيعته ومع مكانته. نفس الشيء لاعبي المنتخب الفوتبول، الفنانين التشكيليين اللي شاركوا معنا، عازفه البيانو، كل حدا بيعبر بطريقته، الموسيقار طاهر مأملي، يعني كل حدا من مكانه من طبيعته من طبيعه مهنته قدم رسالته بمفردات وبطريقه عفويه وايضا بتتناسب مع شخصيته. هذا يعني تعبنا بس مو كثير الحقيقه مشان اكون صريح معك، يعني لانه القصه هيك خفيفه نظيفه وبسيطه، والكل كان عنده هم، ما حدا كان جاي يعني لا يستعرض ولا يورجي حاله، الكل كان مهموم حقيقه، الكل كان مشارك بحماس وما زال مثل ما قلت لك حتى اللحظه نحن نعمل فواصل جديده وافكار جديده. يمكن الجميل بهي الفواصل التوعويه موجهه لجميع الشرائح، يعني حاولتوا تشملوا جميع الشرائح وتخاطبوا جميع الناس. خلينا نتابع فاصل اخر لحضرتك وبنتابع حديثنا. يلا راح بابا باي. تعي 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 تعي. نعم. وين رايحة؟ عند فيتي على البيت. طلع من البيت ما في بابا. ليش لا؟ لك بابا والله ما حنطلع من البيت. بابا. لو سمحت. كورونا. كورونا بابا كورونا، ما أنا مزحة، لمجرد طلعت من البيت في كورونا. إيه علينا. تعي لهون. نعم. أقمين إيديك نشوف. يلا لعند إخواتك. عاد أطلع من البيت هذا اللي كان ناقص. بدك شي بابا؟ ليش وين رايح؟ رايح على الطابة مع رفقاتي بالبناية. بالبناية؟ مجنون أنت بالبناية؟ ما في طلعة. طب ليه؟ لك شو ليش بابا؟ في كورونا كورونا، لمجرد طلعت برات البيت صار في كورونا، طلع اقعد مع اخواتك يلا. طيب. تعال هون. نعم. تعال عقم ايديك. يلا اطلع. تعال هون. نعم. رجع عقم ايديك مرة ثانية والطابة هنا، مسكت الطابة، يلا. على البناية.
عالبناية. عبتي شوفي كورونا التدخين بيقلق المناعه. يعني شفنا مشهد عم يتكرر بكل بيت سوري بكل التفاصيل، قد ايه حلو فعلا الدراما او الفن او الشيء التوعوي يجسد شيء من وحي كل بيت سوري عم بيعيشه يوميا بهي التفاصيل، حسوا انه منا وفينا حتى فعلا يكون قابل للتصديق اكثر من الوعظ. تمام اكيد. هلا في فواصل للعائله مثل ما هذا الفاصل اللي هلا شفناه، يعني قضيه الاطفال قضيه مهمه جدا. وجود الاطفال بالمنزل بعيدا عن مدارسهم وملاعبهم والانديه اللي هن وضبطهم صعب يعني هذا الشيء الحقيقه صعب جدا وبنفس الوقت لابد منه يعني. ولازم يكون مثل ما تفضلتي قريب من الناس لحتى يتصدق. وهلا الكتله الجديده من الفواصل اللي هلا عم نعملها اللي صارت جاهزه للعرض هي ايضا تخص العائله لسه اكثر وقريبة من الناس أكثر، لها علاقة بقصة عائلة وحنشوفهم بعدة فواصل كل حدا فيهم شو عم بيصير معه بما يخص أعراض الكورونا. الناس الحقيقة بدها توعية، بدها حدا يدفعها، بدها تصدق الإجراءات، بدها تصدق أهمية هذا الحجر، أهمية هذا الشيء، لأنه الحقيقة مهم جدا إنه نحن نلتزم وإلا يعني المشكله بتصير كبيره كثير. اكيد مثل ما قلت مستمرين بالحمله التوعيه ومجموعه صحيح. فواصل كمان ستنعرض قريبا عبر شاشاتنا السوريه من انتاج وزاره الاعلام. خلينا ننتقل لمحطه اخرى في حياه حضرتك للسينما، وبما انه حضرتك مسبع الكارات ما شاء الله، خلينا نحكي عن العمل السينمائي البحث عن جولييت. تمام، البحث عن جولييت هو فيلم سينمائي خليني اسميه خاص، هو من انتاج شركتي بمشاركة الزميل والصديق مازن ترزي. فيلم بيحكي عن قضية التحرش، قضية التحرش الجنسي اللي هي قضية ما زالت ملحة في كل دول العالم. فيلم خليني أقول جماهيري يعنى بأنه يجيب شباك تذاكر، يجيب جمهور بعيدا عن طموحات المهرجانات والمقولات الكبرى الإنسانية. نحن عم نحكي عن مجموعة من الشباب عن قضية التحرش الجنسي. الفيلم جاهز للعرض، طبعا كان يفترض انه ب 26/3 اللي مضى يكون افتتاحه بدمشق وبالمحافظات السورية وبعدة دول عربية ايضا، وتأجل للأسف بسبب جائحة كورونا. ان شاء الله بأقرب وقت ممكن رح نرجع نعمل إعادة جدولة للمواعيد، بانتظار انه هيك يعني شو بيقولون نشوف ردة فعل الناس. المؤسسة العامة للسينما افلام وافلام يعني في إلى طابع معين وفي إلى جمهور عريض، ولكن بالقطاع الخاص في شبه غياب للانتاجات السينمائية. يعني حاولنا انه نكون هيك نعمل بداية لسينما بالقطاع الخاص، خليني اقول سينما جماهيرية، سينما شبابية، ومتأملين انه يعني يكون في ردة فعل جيدة. هذا فيلمي الروائي الطويل الاول، انا كنت عملت فيلم سينمائي روائي قصير. بال2005، وهذا فيلمي الطويل الاول. ان شاء الله يعني متأمل فيه خير. ان شاء الله نحن بنتمنى كمان قطاع السينما بسوريا وخاصه شباك التذاكر يكون مثل الدول المجاوره واحسن، لانه عندنا كل القدرات والمؤهلات ليكون هذا الشيء. خلينا نشوف كمان كيف عم تشوف الدراما السوريه هي السنه كمتابع، وخاصه انك خارج السباق الرمضاني لهذا الموسم. طبعا انا السنه ما عندي مسلسل، لانه اولا كنت مشغول بانجاز الفيلم، وثانيا العروض اللي اجتني هي عروض غير لائقه. غير لائقه. شو السبب؟ النص غير لائقه
مثل الموسم الدرامي هالسنة كمان غير لائق. إذا بدك أعطيك رأيي بصراحة ونكون واضحين، في فقر حتى بالإنتاج للدرامي. يعني الحقيقة هو إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فينا نحكي طويلا، بس باختصار نحن أمام موسم غير لائق. نحن أمام السواد الأعظم من المنتجين هن ليسوا منتجين. في غياب للنصوص الهامة، في غياب للمستوى الإنتاجي اللي الحقيقة يعني هاي السنة بيخجل عموما. الدراما بأزمة كبيرة جدا جدا جدا. الدراما بحاجة لنهضة، هاي النهضة ما راح تكون إلا بوجود رعاية على أعلى مستوى، إلا بوجود ضخ استثمارات. المنتج اللبناني والمنتج الخليجي عم يستفيد من طاقاتنا كمؤلفين ومخرجين ونجوم، ويربح لاحظنا فيه ويربح ملايين. عم نشوف جميع المسلسلات العربيه دائما فيها بصمه سوريه بهي الموسم بالذات. صحيح بكل المواسم صديقتي، هذا الموسم والموسم بكل المواسم. صحيح. دائما العنصر البشري السوري، الممثل والمخرج والكاتب دائما هو الاهم في الاعمال العربيه الناجحه. وعندنا رجال اعمال بيتبجحوا بيقولوا لك الدراما ما بتربح. هاي الحقيقه هذا كلام غير صحيح. الدراما وتحديدا بهي الفتره هي في عصرها الذهبي في العالم والمنطقه العربيه، باستثناء رجال اعمالنا اللي الحقيقه ما عم يستوعبوا شو يعني استثمار في الثقافه، ولا عم يستوعبوا شو يعني كيف يعني نستثمر بالثقافه وبالدراما وبالفن، وعم يتركوا المنتج العربي يستثمر بمبدعينا وهن قاعدين عم يستهلكوا ببيوتهم هي النتائج. نحن بدون ضخ رأس مال وطني كبير لنهضة الدراما ما رح تنهض الدراما عنا. هي اسمها صناعة لا فن. إذا بتحب توجه لهم كلمة هلا. وأنا موجهت كلمة عبر صفحتي على الفيسبوك، يعني كلمات، ودائما بنزل بوستات، والكثير من أصدقائنا الفنانين عم بيشاركوني بهذا التوجه. الفكرة بسيطة جدا، هذا القطاع قطاع اقتصادي حيوي هام جدا ورابح جدا، ويحقق حضور ثقافي واقتصادي وسياسي لسوريا. مهمل، قطاع مهمل. هذا القطاع لا يمكن ان يعتمد على الدوله فقط. الدوله ما لها مقصره، بمعنى ربما يكون في بعض التفاصيل بحاجه لتصليح، بحاجه لتصحيح، بحاجه لدعم اكيد من طرف الدوله، ولكن التقصير الاساسي من رجال الاعمال ومن المنتجين القطاع الخاص. اليوم انت ما فيكي تعملي عمل منافس على المستوى العربي ويكون انتاجه شحيح، ما فيكي تعملي عمل منافس على مستوى العالم العربي والمنتج السوري او معظمهم مشان نحن نكون دقيقين ما زالوا بيناقشوا المخرج او الفنانين على الاكل والشرب وقديش الاجره، ومواقع التصوير استهلكت، ما في اهتمام بالازياء، ما في اهتمام بالاكسسوارات، ما في اجور. الاجور يعني مخجله، الاجور مخجله. معظم الفنانين السوريين ما معهم ياكلوا، هي على الهواء عم بحكي انا. معظمهم، في البعض منهم اوضاعهم كويسه اللي عم يشتغلوا برا، ولكن الميزانيات هي اساس الصناعه. نحن عم نحكي عن صناعه، الصناعه تحتاج الى راس مال. راس المال المستثمر في الدراما غير موجود، فدون وجود مستثمرين بالقطاع الخاص، دون وجود منتجين جدد خارج عقلية هدول المنتجين اللي موجودين حاليا أو معظمهم، ما ممكن تنهض الدراما. الدراما تنهض فقط بوجود رأس مال. بعدين بقى عنا مشكلات كبيرة، عنا غياب للسوق المحلي، عنا أزمات كبيرة بالدراما، ولكن مبدئيا المشكلة الأكبر هي غياب رأس المال. نعم. استاذ زهير، يمكن كمان الحرب بسوريا أثرت على عدة قطاعات أكيد. من قطاع الدراما وهي كانت بأوجها، ولكن يمكن المواضيع اللي هلأ عم تعرض في بعضها بعيدة عن المجتمع السوري، وهذا يمكن اللي تفضلت فيه حضرتك. أنا بالختام إذا بتحب توجه كلمة أخيرة تفضل. إيه بس قبل بدي جاوبك على موضوع الحرب. الحرب أكيد أثرت، أكيد 100% أثرت على الدراما مثل ما أثرت على كل القطاعات، ولكن ليش المستثمر اللبناني بفترة الحرب استثمر هاي الحرب وأخذ الإنتاج والفنانين السوريين وعمل فيهم نجاحات؟ ليش مو مستثمرنا السوري يعتبر هاي الحرب فرصة ليستثمر مثل ما اعتبرها اللبناني؟ التقصير سوري. المقصرين بحق الدراما السورية هن سوريين. وممكن ننجح؟ إيه ممكن ننجح. ختاما بقول كل عام وأنتم بخير جميعا، يعطيهم العافية كل اللي اشتغلوا بالدراما بغض النظر عن المستوى اللي أنا بشوفه يعني الحقيقة غير لائق، ولكن
ما باليد حيلة مثل ما بيقولوا، دون وجود رأس المال ما في إمكانية لتصحيح. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، جمهورنا بخير، وإن شاء الله يا رب هالبلد بتضل محمية من هاي الجائحة، والسنين الجاية بتكون خير بالدراما وبكل القطاعات. الجميل زهير قنوع، بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك الفنيه القادمه، وان شاء الله يا رب تكون رسالتك وصلت، وفعلا نتمنى نستضيفك بمحطات قادمه نشوف الدراما بمكان دائما مهم. شكرا كثير لك. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا لوجودك معنا، وناطرين الفواصل اللي رح تنعرض على شاشات الاعلام الوطني قريبا، ويعطيكم الف عافيه. شكرا شكرا جزيلا، يسعد صباحكم.